طيب ده هسأل حضرتك بيكون عن في دعم للاقتصاد المصري من العملة الأجنبية، وبالمقابل بيتحقق له الإعفاء بعد انتهاء المدة المقررة وهي 7 سنوات. طيب هل الموضوع المصري اللي عايش في دولة أوروبية بيستفيد زيه زي المصري اللي عايش في دولة عربية؟ لأنه أنا تقريبا يعني سمعت إنه اللي في الدول العربية بيدفع فلوس أكتر. لا يا فندم، هو بص انا هوضح لحضرتك حاجه، المقيم في دوله اوروبيه يستطيع ان يستورد سيارته من الخارج طبقا لاحكام الاتفاقيات الدوليه والتي حرص قانون 161 سنه 2022 الا يخل باحكام هذه الاتفاقيات، وده التزام في كل التشريعات المصريه على الكافه ان احنا دوله بتحترم اتفاقياتها والتزاماتها الدوليه ولا تخل بها نهائيا. فيستطيع المقيم في الدولة الأوروبية أن يستورد سيارته من هذه الدولة الأوروبية طالما تتوافق فيها شروط طبية الاتفاقية، وهذا حكم له أحكام خاصة. أما فيما يتعلق باستيراد السيارات من الدول العربية والدول الخليج فيستطيع أن هو يستوردها، لأن المنشأ بتاعها ليس منشأها الدولة العربية ولكن هو منشأ دولة أوروبية. ده ما كانش بيستفيد من إمكانية أن هو يطبق اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية، الاتفاقيات الأخرى التي يستطيع أن يحصل منها على إعفاء، ولكن تم مد هذا الأثر بالنسبة لإخواننا وأهلينا من المصريين المقيمين في الدول العربية، يستطيع أنه يستورد هذه السيارة ويتمتع بقدر هذا الإعفاء المقرر بمقتضى هذا القانون مقابل أنه يسدد الضريبة الجمركية أو الضرائب المستحقة على هذه السيارات بالعملة الأجنبية، ثم يتم استردها بعد انتهاء المدة البينية المقررة دي وهي 5 سنوات بالعملة المحلية إن شاء الله.